الحوثيون يسيطرون على أهم الجبال الاستراتيجية المطلة على مدينة مأرب. لنشاهد التفاصيل. تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن صورة قالوا إنها من جبل البلق الاستراتيجية عقب سيطرة مقاتليهم عليه، وأظهرت الصور عددا من المقاتلين الذين لم تتأكد هويتهم. أما إذا كانوا تابعين للقوات الحوثية أم جنودا من قوات الجيش الوطني وهم في أعلى جبال البلق الاستراتيجي، اللافت في الأمر أن المعارك المشتعلة وصلت إلى أعلى جبل البلق، أهم الجبال الاستراتيجية المطلة على مدينة مأرب بشكل مباشر، وهذا مؤشر خطير يشكل تهديدا حقيقي للشرعية والتحالف بغض النظر عن الطرف المسيطر على قمة الجبل. وتشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش الوطني وجماعة الحوثيين منذ إطلاق الأخير حملة عسكرية للسيطرة على محافظة الحديدة التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن. ويسعى الحوثيون لوضع يدهم على كامل الشمال اليمني، وبهدف تحقيق ذلك يشنون هجمات متواصلة لدخول مدينة مأرب الغنية بالنفط تحت تهديد إغارة التحالف العربي بقيادة السعودية، وستشكل خسارة مأرب إن حصلت ضربة قوية للحكومة الشرعية وتعزز موقف المتمردين في أي مفاوضات مستقبلية وقد تدفعهم إلى محاولة التقدم جنوبا. وتعد مأرب معقلا هاما للقوات الحكومية وحاضنتها عسكريا وحتى إداريا، وقد زاد من أهميتها سيطرة الانتقال على العاصمة المؤقتة عدن وتمكنه من مقارعة القوات الحكومية في معارك أبيان وشبوة. وحصلت المعارك التي تدور بالقرب من المدينة التي تبعد نحو 120 كيلومتر شرق العاصمة صنعاء، والتي لا تزال مستمرة بضراوة منذ مطلع العام الجاري أعدادا كثيرة من مقاتلي الطرفين، لكنهما لا يكشفان عن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى. ويسعى الحوثيون السيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة، خصوصا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.